الإعدام، 7 حروف تعني إنهاء حياة المتهم لاقترافه ذنباً أو جرماً يستوجب القصاص. وحتى اليوم يعد الإعدام أقصى حكم عرفته الدوائر القضائية حول العالم، وتطبقه حالياً 3 دول العالم تقريباً ومنها مصر. الجرائم اللي يعاقب عليها بالإعدام هي أولاً في جرائم منصوص عليها في البابين الأول والثاني من قانون العقوبات، وهي الجرائم المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج أو الداخل، زي الاشتراك في قلب نظام الحكم، زي التجسس، زي تزييف العملات. الشريعة أمرت بأن يكون هناك قصاص، بمعنى أن الذي يقتل هنا يجب أن يقتل. جلب المخدرات من الخارج والتجار فيها هي التي يعاقب عليها بالإعدام. حملات حقوقية تنطلق في مصر بين الحين والآخر تدعو لانضمامها إلى 139 دولة ألغت عقوبة الإعدام، مستندة إلى أنه ينتهك حقا أساسيا من حقوق الإنسان وهو الحق في الحياة، إضافة للخطر الكامن في إمكانية إعدام أبرياء بطريق الخطأ. عقوبة الإعدام من حيث المبدأ هي ضد حقوق الإنسان وضد الكرامة الإنسانية، وبتنتزع من الإنسان أغلى ما يملكه وهو حياته، لأنها العقوبة الوحيدة ضمن كل العقوبات اللي ممكن تطبق على متهم بجريمة التي لا يمكن التراجع عنها إذا ما ثبتت براءة الشخص اللي أدين بها، حتى لو أنه متهم قتل شخص آخر، فهي جريمة ضخمة جدا. لا يمكن أن يعني أعاقب شخص على ارتكابه جريمة بهذه الجريمة، إن أنا أنزع حقه في الحياة. ويبقى البديل المطروح بقوة للإعدام هو السجن مدى الحياة، الذي يمثل في رأي حقوقيين إعداما رمزيا لطموح الإنسان في الحياة، كما أنه يتسق مع المعايير الدولية. لو تصورنا شخص عنده عقوبة سجن مدى الحياة، ففي الحقيقة هو بيموت كل يوم، لكن لا ننتزع حياته. على الأقل يتم تعليق هذه العقوبة لحين ما يكون فيه نقاش مجتمعي، نقاش عام حوالين جدوى من هذه العقوبة. في دول عربية أوقفت تطبيق العقوبة رغم أنها ما زالت في القانون، المغرب والجزائر وتونس. مطلوبة لدى البعض ومرفوضة من آخرين، تلك هي عقوبة الإعدام التي ظلت منذ تشريعها في مصر وإلى اليوم حائرة بين القانون والشريعة وحقوق الإنسان. ورغم الدعوات المتزايدة لإلغاء تلك العقوبة، لكنها تظل لدى آخرين مطلبا اجتماعيا ملحا في جرائم بعينها. من القاهرة عاصم أبو الغار، اليوم على الحرة. من أكثر ما يستند إليه الحقوقيون في مطالباتهم بإلغاء عقوبة الإعدام هو عدد الحالات الموثقة عالميا لمتهمين أعدموا بأحكام قضائية لإدانتهم، وبعد الإعدام تكتشف الدوائر الشرطية أنهم بالفعل غير مذنبين، وهذا من وجهة نظرهم يرجع لأن القاضي إنسان وقد يخطئ أو يصيب. لكن على الجانب الآخر يرى رجال قانون أن وجود درجات مختلفة للتقاضي تصل إلى 3 درجات بهيئات قضائية مختلفة كفيل بتنقيط أي حكم من شائبة الخطأ، وأن القانون ينص في حالة شك القضاء بأن يأخذوا بالحكم المخفف لصالح المتهم. مشاهدينا، يسعدنا أن ينضم إلينا في الاستوديو الأستاذ محمد سعد، المحامي بالنقد والخبير القانوني. أهلا بحضرتك معنا. أهلا بك فضل. محمد، في البداية بلغة الأرقام، كم عدد الحالات التي تطبق وينفذ فيها عقوبة الإعدام؟ هو الحقيقة طبعا كم عدد الحالات طبعا هي محصورة في الأيام اللي فاتت دي، يعني وصلت برضو بعض الحالات إلى أكتر من في السنة دي أكتر من 100 حكم إعدام على فكرة. في عدد الأحكام. بالنسبة الحالات، ما هي طبيعة الحالات اللي بيتم فيها تنفيذ عقوبة؟ لا، هو معظم الحالات كانت حالات قتل وحالات سرقة عقبها تشديد عقوبة، زي برضو القتل ارتكبت بغرض السرقة ولكن تمت عن طريق القتل، برضو ارتكبت جريمة ملاحقة ليها. فإذا أصبحت معظم الجرائم اللي هي صدرت عليها أحكام إعدام في السنة الأخيرة كانت عقوبة القتل. لكن في عموما في القانون عدد الحالات أو يعني الحالات طبيعتها اللي بتستوجب عقوبة الإعدام؟ لا، هو طبعا القانون المصري، هنتكلم على القانون المصري. تمام. وده قانون وضعي طبعا، في أزيد من 14 مادة بتعاقب بقانون بحالة الإعدام. تمام. أو بعقوبة الإعدام. بدأت من المادة 77 من قانون العقوبات، اللي هي التعدي على المساس بحريات الدولة أو استقلال البلد أو التخابر أو الجاسوسية أو سرقة أموال الدولة أو الاستيلاء على أموال وأراضي الدولة، إلى انتهت بالمادة 203 اللي هي القتل اللي في المادة 203. فإذا نحن عندنا أكتر من أسباب التخابر مع
دول أجنبية أو الجاسوسية أو حاجات كتيرة جدا بتحدد أو بتعاقب بعقوبة الإعدام. تمام. طيب أستاذ محمد، هناك أكيد فلسفة عقابية في التدرج في العقوبة لنصل إلى درجة الإعدام. تمام. طيب إيه الفلسفة العقابية المناقضة اللي هي بتطالب بالتخلي عن عقوبة الإعدام؟ إيه الفلسفة العقابية؟ هي الفلسفة طبعا المجتمع المدني بدأ طبعا يعني يوجه حملة، طبعا دي حملة أعتقد إن هي بيقولوا إن المساس بحرية الإنسان تستوجب عدم صدور حكم الإعدام بشأنه، ومن الممكن إن هو ياخد أقصى العقوبات، زي التعامل مثلا في أمريكا إنها بتدي في تهمة الجريمة القتل مثلا السجن مدى الحياة، فهم بيعتبروا إن السجن مدى الحياة قد تكون عقوبة كافية بديلة لعقوبة الإعدام. فده الشق اللي بينادي بيه المجتمع المدني. البعض يؤيده زي ما قلت حضرتك، والبعض الثاني طبعا يختلف معه. أنا من البعض الثاني، لأن بعض الجرائم لابد فيها القصاص بنفس العقوبة أو بنفس الجريمة التي ارتكبت. فإذا فلتنا ده احنا يعني مع وجود عقوبة الإعدام والجريمة برضو لم ترتدع وفي التزايد. فإذا هنا الجريمة حتى عقوبة الإعدام أصبحت ما هيش سبب لردع الجريمة أو للردع اللي يخلي المتهم يرجع عن 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 جريمته. فما بالك لو احنا لغينا عقوبة الإعدام في بعض المواد؟ بل بالعكس، ده احنا بنوادي ببعض بتجديد بعض العقوبات وتصل إلى الإعدام، مثل مثلا اغتصاب الإناث. اغتصاب الإناث أو اغتصاب الأطفال ما بتصلش عقوبتها للإعدام، بتصل للسجن المشدد. البعض ينادي بتجديد العقوبة لتصل بالإعدام. فإذا في حالات وفي ناس بتنادي بإلغاء عقوبة الإعدام، والبعض الآخر بيطالب بتجديد عقوبة الإعدام. سبحان الله، هناك آراء بتقول إن تنفيذ حكم الإعدام في بعض الدول اللي ألغت الإعدام أو اللي تعتزم إلغاء الإعدام ما بيقللش حجم الجرائم، بدليل إن في دول جرائم القتل فيها ما زالت كما هي دون انخفاض رغم أنها تطبق عقوبة الإعدام. رأي حضرتك إيه؟ ما أنا بقول لحضرتك حتى وجود عقوبة الإعدام ما بتبقاش دليل على انخفاض العقوبة أو انخفاض الجريمة. يعني المجتمع مجتمع بأكمله كده أصبحت الجريمة تشكل فيه خطر أو ظاهرة لابد إن احنا نتوقف عندها. انتشار الجريمة أصبح يعني بشكل يعني شكل كبير جدا، ما بيرتدعوش حتى بوجود عقوبة الإعدام، فما بالك لو ألغيت هذه العقوبة. أنا من بعض الندوات والمؤتمرات اللي حضرتها، البعض الكثيرون خلينا نقول الكثيرون ينادي بإلغاء عقوبة الإعدام. يا جماعة في عقوبات لابد منها، لابد من عقوبة الإعدام فيها. وحتى القرآن، احنا ما بنتكلمش في الشريعة دلوقتي، أنا رجل لست متخصص ولكن رجل قانوني، ولكن لما احنا بنيجي نقول ولكم في القصاص وحياة يا أولي الألباب، يعني العقوبة من جنس العمل. طيب تفتكر أستاذ محمد إن إلغاء عقوبة الإعدام ليه تأثيرات اجتماعية؟ أكيد لها تأثيرات اجتماعية. إيه؟ أنا دلوقتي طبعا إحنا لما بنتكلم على مجتمع مدني، مجتمع عايز يطلق الحريات، يبقى أنا ما ببصش يعني هيبقى هيخلي فيه إما تأثير سلبي إما تأثير إيجابي. التأثير الإيجابي هو إن إحنا بنبص على إن إحنا نطلق الحريات للشعوب، إنها يبقى فيه عدم مساس بالحريات. التأثير السلبي هينعكس على انطباع الجريمة وانتشار الجريمة. المتهم لما يعرف أو المجرم لما يعرف إن عقوبته البشعة لا يمكن أن ترقى إلى الإعدام، أعتقد إنها مش هكون رادع له. فإذا الجانبين، جانب سلبي وجانب إيجابي، أيهما أربع؟ خلينا أسألك أستاذ محمد، إن الدول اللي ألغت عقوبة الإعدام إيه الخبرات اللي اكتسبتها في هذا المجال؟ والله قد يكون الوزع عندها ما فيش انتشار لجريمة الجرائم اللي هي تؤدي إلى عقوبة الإعدام تخليهم مثلا يتوسعوا فيها. قد يكون عندهم عقوبات رادعة أخرى من الممكن إنها تعوض عقوبة الإعدام. قد يكون المواد المنصوص عليها بعقوبات الإعدام عندهم أقل بكثير من المواد اللي عندنا في القانون العقوبات، وبالتالي يمكن التجاوز عن عقوبة الإعدام. حتى ما احنا عندنا، تعالى طب ما احنا بنتكلم على إلغاء عقوبة الإعدام، ما احنا عندنا نص المادة 17 في قانون العقوبات، وده نص بيتيح للقاضي من قناعة القاضي النزول بعقوبة الإعدام درجة أو درجتين حسب ما يتراءى للقاضي. يبقى أنا هنا في الحالة اللي زي دي مش محتاج نص تشريعي يمنع عقوبة الإعدام، طالما إن أنا منحت هذا النص أو هذا الاستثناء للقاضي عندما يتوافر له حالة تستدعي التخفيف بالعقوبة. إذن أنا هنا اديت له المادة 17 يقدر من خلالها القاضي يحكم بإلغاء عقوبة الإعدام والنزول بها درجة أو درجتين. تمام. فإذن هنا أنا مش محتاج ألغي عقوبة الإعدام طالما أن هناك نص يتيح للقاضي تطبيق نص أقل. في درجات للتقاضي. مشكورك يا أستاذ محمد. الله يخليك. شكرا جزيلا
على هذه هذا اللقاء، ونشكرك مشاركتك معنا في اليوم على الحرة.